مرحبا بكم سهلا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج لقح واربح على قناة موريتانيا. رانا مرحبين بكم كاملين، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا، خصوصا في موسم الخريف. إن شاء الله تعودوا بصحة وبسلامة، وأيضا تعودوا قبلتوا كاملين على لقاح، ضبطوا لقاحات المتوفرة في جميع المستشفيات والنقاط الصحية اللي على عموم التراب الوطني طبعا متوفرة. مرحبا بكم وسهلا. برنامج لقح واربح هو برنامج تفاعلي، وهو أيضا برعاية بنكيلي. برنامج لقح واربح يأتيكم كل أسبوع كل يوم سبت عند الساعة 6 مساء، وأرانا محيينكم كاملين، ومحيين أيضا متابعينا على صفحة، شاكرينهم على تفاعلهم وعلى طبعا مشاركتهم معنا في البرنامج. طالبين منكم مشاهدين الكرام كاملين اللي تابعونا في البيوت وفي الأماكن العامة، تطلعونا جايين، تطلعوا كاملين على صفحة البرنامج، طبعا صفحة البرنامج على الفيسبوك، تكتبوا القيسوا فيسبوك، تكتبوا قناة الموريتانية اللي تطلع لكم صفحة قناة الموريتانية، اللي أول شيء تعدلوا تضغطوا على زر الإعجاب، وله تشوفوا الحلقة وتشوفوا أيضا إعلان الحلقة على الصفحة. شو تعدلوا؟ له تقبلوا صورة، تعدلوا الصورة من تلفونكم لبطاقة التلقيح، حد منكم دق كامل يعدلنا منها الصورة ويمشيها لنا على شكل تعليق داخل الإعلان، والله مالي داخل الحلقة اللي هي لارك طالعة لكم على الصفحة، ويعود تعود بطاقة الصورة، الصورة اللي معدلة من بطاقة التلقيح يعود فيها رقم تلفون، وذي الرقم اللي يتمشون يعود مطابق للرقم اللي داخل بطاقة التلقيح. طبعا نحن كل أسبوع نقبل 10 فائزين، يعودوا معنا 10 فائزين وعشر جوائز، طبعا يختارهم الكمبيوتر بشكل عشوائي. قيمة الجائزة الواحدة قيمة 30,000 أوقية قديمة. ضرك مشاهدينا الكرام، لاهي طبعا سابق نبدأ عملية السحب اللي نعدلوها كل أسبوع، لاهي نبقى وحنا نتوما مع الإعلان، إعلان الحلقة الماضية، نتابعوه ونرجع. يا مرحبا بك استاذ. احنا اللي عندي ما في شيء مزروع في الخارج الا ان تم نسقي هون يولي هو خام. هاي مالك شفت هذه معي واضحه لك؟ تميت مراني نشرعت شوي من منقول بريد في الدلاحه جاتني ونقعهم ما شاء الله تبارك الله واعر وحالها بخير. راسني ما عندي الوقت، جبتها لي الليله يجيني كوفر فيه مبكر مع الصباح، عندي اللقاح. لقاح بسم الله الرحمن الرحيم، ابوي تلفون تريقك ابوي ما ينقى ابوي، انت ما تراعي في الحقيقه هوز خليها كامله يعطيك العافيه. ما قط داره حد ما قبطوا جلطة. مدلي يا أخي الله بويا، الجلطة والسكر والورقة وجميع الأمراض يجرهم لا شكلات تتم البشر. أنت ما أكتب من الكذب أنه يطعني. السلام عليكم بويا، دير اللقاح هو يساعد مناعة الجسم في القضاء على فيروس كورونا. عليك بيه، شو واسع عندك ذا؟ تابعنا السوبر حمادة في إعلان الحلقة، والمطلوب منكم مشاهدينا والمطلوب من الناس اللي لا يتشارك معنا تقول لنا ش قال حمادة في نهاية الإعلان. السوبر حمادة قال كلمات، ذو الكلمات اللي تكتبوهم لنا نحن في التعليق، ويعود معاهم بطاقة التلقيح، صورة بطاقة التلقيح ورقم الهاتف، ورقم الهاتف يلا يعود مطابق رقم الهاتف اللي على بطاقة التلقيح. وغنا طبعا ومشاونا ياسر من المشاركات، لكن للأسف ما اختارهم الكمبيوتر. وكما تتابعوا معنا حالا في هذه اللحظات تطلع طالع لكم صفحتنا على الفيسبوك، طالع على الشاشة. طالبين منكم كاملين المشاهدين اللي في البيوت حالا وفي الأماكن العامة في الأماكن، وتابعونا عن طريق شاشة التلفزيون، على أنهم يطلعون على صفحتنا على الفيسبوك، يكتبوا قناة موريتانية ولاهي يشوفوا الحلقة طالعة ويعودوا يشاركوا معنا. طبعا للأسف الشديد الناس، فمن بعض من الناس ما يقدر تشارك معنا لأنها ما هي دائرة الدقة، للأسف حد دائرة الدقة هو اللي قد يشارك معنا طبعا، ويعود يفوز بجوائز نقدية مقدمة من بنكيلي. الجائزة الوحدة قيمتها 30,000 أوقية قديمة. ورانا محيين جميع الناس اللي شاركوا معنا طبعا ومشاركين معنا،
ويشاركوا معنا ويتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. وبرك مشاهدين الكرام لهنا قبل نطلبوا من الكمبيوتر على بركة الله يقبلنا الفائز الأول معنا في هذه الحلقة. طبعا معنا لا يعود معنا هذه الحلقة 10 فائزين، وكل فائز عنده لا يجيه بنكال 30,000 أوقية قديمة. إذا شاركوا معنا كاملين، اللي منكم ما هو دير اللقاح يقيم ويدير اللقاح ويشارك معنا ويمشي لنا صورة من بطاقة التلقيح، وقولنا ايش قال السوبر حمادة في نهاية الحلقة، ويمشي رقم تلفون ويعود رقم تلفون مطابق للرقم اللي على بطاقة التلقيح. إذا الجماعة في الكنترول يلا شوفوا من سيختار الكمبيوتر، من سيكون سعيد الحظ معنا اليوم يعود ملقح وأيضا يربح معنا جائزة نقدية مقدمة من بنكيلي. حظ سعيد للجميع، جميع المشاركين اللي معنا. ويلا الكمبيوتر اختار لنا رقم. إذا الكمبيوتر اختار فاطمتو. فاطمتو اختارها الكمبيوتر. فاطمتو ربحت معنا جائزة مقدمة من بنكيلي قيمة 30,000 أوقية. مبروك لك يا فاطمتو. فاطمتو إن شاء الله تعود فاتحة رقمها، ورانا مولي نقول للناس اللي كاملة اللي تخلي أرقامها وتخلي إنها ما تشغل تلفوناتها، تخلي تلفوناتها مفتوحة خاصة وقت طبعا موعد الحلقة. والحلقة تجيكم كل أسبوع كل يوم سبت عند الساعة 6 مساء، وموعد ثابت لهذا البرنامج اللي بحول الله لا يرافقكم طيلة هذا الموسم إن شاء الله. إذن فاطمتو هي الفائزة الأولى اللي اختارها الكمبيوتر في حلقتنا اليوم. إذا ما زالوا معنا 9 فائزين لا يختارهم الكمبيوتر تباعا إن شاء الله، ألف مبروك لفاطمتو. إن شاء الله فاطمتو تعود فاتحة رقمها، لنحاولوا نحاولوا طبعا أن نتصلوا بها. إذا نقيسوا رقم جديد ونطلبوا من الكمبيوتر يختارنا رقم واسم فائز الثاني معنا في هذه الحلقة. يلا إذا الرقم الثاني اختاروا الكمبيوتر، اختار سيدينا السالك. مبروك لسيدينا، سيدينا السالك. سيدينا السالك فاز معنا بجائزة قيمة 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. برافو عليك سيدينا. وطبعا برنامج لقح واربح موعدكم دائما مع الربح الجوائز النقدية. طبعا مرحبين بفاطمتو الفائزة الأولى والفائزة الثانية سيدينا السالك، لهي نحاولوا نتصلوا بهم خلال هذه الحلقة. وإذا لهي نقبلوا اتصال ومعانا سيدينا. سيدينا السلام عليكم. السلام عليكم سيدينا. ألو سيدينا. ألو السلام عليكم سيدينا. سامعنا سيدينا؟ سامعنا. السلام عليكم، احنا سامعينك. اذا لا نتمكن من سماع سيدينا. سيدينا فاز معنا بجائزة قيمة 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. سيدينا مشانا رقم تلفون ونسخة من بطاقة التلقيح على شكل تعليق، وطبعا قال لنا ايش قال السوبر حمادة في نهاية الحلقة أو في نهاية الإعلان. ربح معنا جائزة مقدمة من بنكيلي قيمتها 30,000 أوقية قديمة. ثم أيضا مشاهدين الكرام اللي تابعونا حالا أطلعوا جايين على صفحة برنامج، صفحة القناة الموريتانية على فيسبوك، هي الوسيلة الوحيدة للمشاركة معنا وربح جوائز نقدية كل أسبوع. وطبعا نحاول أن نتصل بسيدينا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدينا، اش حالك ياك لباس عليك؟ ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. يا مرحبا بك وسهلا مع قناة الموريتانية وبرنامج لقح واربح. أخياس بكم. يا مرحبا بك. وانت سيدينا راهو اختارك الكمبيوتر وربحت معنا جائزة قيمة 30,000 أوقية قديمة، ألف مبروك. حياكم الله. سيدينا حياك الله. سيدينا قول لي انت اين درت اللقاح وشنو هو نوع اللقاح اللي درت؟ انا درت
صح الصيني سيم هذا وان شاء الله نفيدو يعني في المول ان شاء الله والحمد لله. يعطيك الصحه. او سيدينا انت ايش كانوا مؤثرين عليك الشائعات اللي عيد تسمع عن اللقاح؟ لا 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 ما يأثر لي الحمد لله لاني انا دائما مقتنع لان خارج الله مليان وسوء لا يأثر لي. لا 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 يعطيك الصحه ونعم بالله والف الف مبروك لك ونحن سعداء جدا بمشاركتك معنا ويعطيك الصحة. جائزتك دورت وبنك لك بحول الله وألف ألف مبروك. مرحبا بك إن شاء الله. الله حياكم الله. يا مرحبا بك. إذا رانا محيين سيدينا ومحيينكم كاملين المشاهدين الكرام اللي متابعونا حالا على قناة الموريتانية. طالبين منكم أنكم تطلعون جايين كاملين على الصفحة تضغطوا على زر الإعجاب. الصفحة ظاهرة لكم على الشاشة حالا هذه اللحظات. تطلعوا لصفحة قناة الموريتانية على فيسبوك وتديروا تضغطوا على زر الإعجاب وندوروا لا حد يديرنا صورة تلقيحه الحقيقية يدير ما يقبل مثلا حد من الناس ويقبل يقبل صورة لقاحه ويمشينا رقم ما هو مطابق للرقم اللي رقم الهاتف اللي داخل بطاقة التلقيح. لا بد أن يعود رقم الهاتف مطابق للرقم الموجود داخل بطاقة التلقيح. وصفوها ومشوا رقم تلفون معاها وأيضا قال السوبر حمادة في نهاية الإعلان. طبعا السوبر حمادة يقول كلمات في آخر الإعلان هاو الكلمات مهم اللي ندوركم تكتبوهم لنا وتمشوه لنا على شعر. بينما الناس اللي طبعا تعلق لا بالأسامي والأرقام ولا تمشي بطاقات ما تمشي صور من بطاقات التلقيح هي طبعا ما له يعتمدها الكمبيوتر ولا هو له يختارها وطالبين منكم انكم تشاركوا كاملين معنا. بالنسبه للناس اللي ما دارت الدقه رانا موجهين لها نداء انها تدير اللقاح وتشارك معنا وتربح معنا جوائز نقديه مقدمه من بنكيلي طبعا. اذا نحن طبعا اخترنا فائزين، الفائزه الاولى فاطمه تو والفائزه الثانيه سيدينا تكلمنا مع ضرك. ضرك فاطمه تو معنا على الخط. السلام عليكم فاطمه تو. السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك وسهلا فاطمة تو، معك برنامج لقح واربح من قناة الموريتانية. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بكم وسهلا فاطمة تو. انت اختارك الكمبيوتر وربحتي معانا 30 الفوقية مقدمة من بنكيلي، الف مبروك. الله يبارك فيك. فاطمة تو قولي لنا انت درتي انت درتي لقاح وشنو نوع اللقاح اللي درتي؟ درته في الشهر الثامن، درت اللقاح الامريكي. درتي جونسون اند جونسون؟ ايه جونسون. ذاك اللي لا دقه واحده. ايوا قلت لك حسيتي باش حس ياك ما حسيتي بالم ياك ما حسيتي بمضاعفات؟ يمكن هندرت حسيت شوي بوجهي على عوام. وبعدين الحمد لله عمياك ما حسيت. يعطيك الصحه. ايوا شو تقولي في الشائعات اللي تقول الناس عن اللقاح انه يقتل وانه اللقاح انه كذا، شو تقولي عنك الشائعات؟ بالنسبه لي نقول عندك الشائعات عن مو مهم، عن حد يعطي حفظ نفسه، يعطي حفظ النفس واجب قاع الشعب. عن كل حد يعطي لقاح. والله. يعطي يحفظ راسه يحفظ أهله يحفظ عائلته جيران واحد. إيه والله يحفظنا ويحفظكم كاملين ويحفظ إن شاء الله جميع المسلمين وجميع المشاهدين اللي تابعونا حالا. فاطمة تو جائزتك إن شاء الله وليت وبنك لك 30 الفوقية على رقمك إن شاء الله والجماعة في الكنترول طبعا جميع الأرقام اللي فازت معنا دور تحصل على جوائزها. فاطمة تو ألف تحية لك ويعطيك الصحة، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وطبعا إنك تفاعلتي معنا على الصفحة ومشيتينا صورة من بطاقة التلقيح. ورانا محيين جميع المشاهدين اللي تابعونا حالا وايضا خاصه اللي يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. اذا ناهي نتوجهوا للكمبيوتر ونطلبوا منه انه يختار لنا رقم جديد وفائز جديد وان شاء الله يعود حظ سعيد للجميع لجميع الناس اللي شاركت معنا ومشت لنا طبعا المعلومات تمشيهم لنا بطريقه صحيحه. ما يعود الرقم الهاتف مطابق للرقم الهاتف اللي موجود نقر بطاقة التلقيح وأيضا ما يعود يمشي لنا رجاجل لا اسمه ورقم تلفونه على شكل تعليق لا لك ما لا يحسبه الكمبيوتر، الكمبيوتر لا يحسب لا الاسم وبطاقة التلقيح والرقم الهاتف يعود أيضا مطابق لرقم الهاتف اللي مشين. ثانيا تعودوا كاتبين اللي قال حمادة في نهاية الإعلان. إذا توجهوا للكمبيوتر ونشوفوا من اختار من سيختار الكمبيوتر. يلا
إذا سيدي عبد الله، سيدي عبد الله سيدينا، سيدي عبد الله سيدينا اختاروا الكمبيوتر، ألف مبروك لك يا سيدي عبد الله سيدينا، هو الفائز الثالث معانا وفاز طبعا بجائزة نقدية قيمتها 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. ألف مبروك لك يا سيدي عبد الله سيدينا. طبعا مشيت لنا بطاقة التلقيح، صورة بطاقة التلقيح ورقم هاتفك، وأيضا شقال حمادة في نهاية الإعلان، وهذا طبعا مشيته على شكل تعليق على الإعلان أو تعليق في الحلقة. ألف مبروك لك يا سيدينا سيدي عبد الله سيدينا، وطبعا لين حاولوا أن نتصلوا بك هذه اللحظات ونشاركوك الفرحة ونبشرك على أنك فزت معنا. إذن معنا سيدينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيدي اش حالك ياك لاباس؟ بخير الحمد لله. كيف حالك؟ يا مرحبا بك وسهلا، معك برنامج لقح واربح على قناه موريتانيا، يعطيك الصحه. يا مرحبا بك وخير. يا مرحبا بك وسهلا. قول لي سيدي عبد الله، انت درت اللقاح؟ انت درت اللقاح؟ لقاح درت لدي 6 سيزيموا. واي انواع اللقاحات درت؟ اي دقه؟ أسترازينيكا. درت الجرعه الثانيه ولا باقي ما درتها؟ جرعه ثانيه درتها بعد 20 بشهر. الحمد لله. وقت وش حسيت؟ شو حسيت انت ورا 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 ديارك للدقه؟ حسيت باش؟ ما شاء الله احسن ما شاء الله. لا مضاعفات عاديه ما شاء الله، مضاعفات عاديه غير عادي. لا سخونه شويه غير بعد الحمد لله. بالمناسبه مولي جبرت عبد الحميد السالم على معاه مقابله، وقلت له ان الناس حق الله جبرت زملائنا احنا زملائنا احنا في قناه. قول لي سيدي عبد الله، انت بالنسبه لدرك الشائعات، راني سعيد سماع صوتك. يعطيك الصحه، احنا سعداء جدا مشاركتك معنا سيدي عبد الله. سيدي عبد الله ايش تقول حالا في الشائعات اللي تقول عن الدقه تقتل ونحدارها دوري يموت بعد سنتين الى اخره من الشائعات اللي ما يستند على شيء؟ لا لا ما 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 منه لا علي لا حد يبادر في الترقيح. نحن قاعد بالخصوص انا مودي يكوني ناشط المجتمع المدني في تعدد عده حملات الحمد لله، و يعطيك الصحه على الترقيح. ومن الايام قاعد بالضبط عندنا مداحمه بتوجيه الناس في مراكز الترقيح، ونوصي الناس قاعد انهم يبادروا الله الترقيح بدون الحد الوحيد ان شاء الله تعالى. نحن طبعا شاكرينك وسعداء جدا ب طبعا مشاركتك معنا، وانك طبعا مشيت لنا شاركت في مسابقه لقح واربح ومشيت لنا معلوماتك وبطاقه تلقيحك. شكرا جزيلا لك سيدي عبد الله، وطبعا والجوائز اللي نقدمهم في البرنامج هي برعايه بنكيلي، هي الجوائز، وطبعا جميع الفائزين يحصلوا على جوائزهم يبنكاو لهم طبعا جوائز، والجائزة الواحدة طبعا قيمتها 30,000 أوقية قديمة. إذا نحن في كل حلقة عندنا 10 جوائز قيمتهم كاملين 300,000 أوقية، والجائزة الواحدة قيمتها 30,000 أوقية قديمة. ورانا في هذه اللحظات تطلع صفحتنا على الفيسبوك، تطلع على الشاشة. شاكرينكم وتحية تحية تحية كبيرة لمتابعينا الأوفياء اللي يعلقوا ويتفاعلوا، ورانا محيينكم طبعا، نبقوكم كاملين تفوزوا معنا. لكن طبعا تعرفوا عن قانون البرنامج، لا عشر نقبوا لا عشر فائزين في كل حلقة. نذكركم على ذو اللي بالنسبة للناس اللي تخل تشارك معنا، دورها تم تشارك معنا بطريقة صحيحة، ياك يختارها الكمبيوتر وتفوز معنا بالجوائز النقدية. طريقة المشاركة ما نبقوا حد مثلا يكتب لا اسمه ورقم تلفونه، هذا طبعا ما هو يخطر الكمبيوتر. حد يكتب اسمه ويعد الصورة بطاقة تلقيحه، ويكتب لنا شقال السوبر حمادة في نهاية الإعلان والله في نهاية الحلقة، ويعود يمشي هذا على شكل تعليق، يعني بسيط جدا. بالنسبة للناس اللي تكتب لنا لا ساميها واسمها ورقم تلفونها، ها ما لا يخترها الكمبيوتر.
ثانيا ايضا الناس اللي ما يديروا اللقاح للاسف الشديد ما تقد تشارك معنا في البرنامج، وطبعا داعينها من هذا المنبر على انها تشارك معنا وتدير الدقه ياك تربح معنا. وايضا بالنسبه للناس كامله يلاها تلعب دور التوعيه والتحسيس من اجل اقبال الناس على اللقاحات. اذا نحن قبضنا فاطمتو وفاست معنا هي الفايزة الأولى، ومعنا سيدينا السالك، ومعنا سيدي عبد الله، سيدينا أيضا ثلاث فائزين. ما زالونا أسبع فائزين، أسبع أشخاص لهي نطلب من الكمبيوتر يختارنا الفائز رقم أربعة. وحظ سعيد لجميع الناس اللي شاركت معنا وخلاتنا معلوماتها وبطاقة تلقيح. إذا نتوجه للكمبيوتر و نطلبه يختار لنا اسم جديد. اذا يلا يلا الكمبيوتر يختار لنا رقم جديد. الشيخ سيد احمد علي، الشيخ سيد احمد، سيد احمد علي اختاروا الكمبيوتر. أحمد علي، شيخ سيد أحمد علي ألف ألف مبروك لك. شيخ سيد أحمد علي شاركت معنا واختارك الكمبيوتر في هذا السحب العشوائي. شيخ سيد أحمد فزت معنا بجائزة قيمة 30 ألف أوقية مقدمة من بنكيلي. ألف ألف مبروك لك ويعطيك الصحة. نتمنى لك طبعا مزيد من الصحة، ونتمنى للمشاهدين والناس اللي دارت الدقة كاملة نتمنى لها الصحة والسلامة. وأيضا نحيوا متابعينا على صفحتنا، وأيضا ترجو للمشاهدين اللي تابعونا حالا عليهم يشاركوا معنا، يطلعونا كاملين على صفحتنا على الفيسبوك ويشاركوا معنا في برنامج لقح واربح. إذا نحن نحاول حالا نتصلوا على الفائز رقم أربعة الشيخ سيد أحمد، الشيخ سيد أحمد علي، ياك طبعا نتكلموا معاه وندردشوا معاه شوي. اذا جاهز الشيخ سيد احمد؟ الشيخ سيد احمد جاهز؟ الشيخ سيد احمد علي؟ يا الله يا مرحبا بك وسهلا معك برنامج لقح واربح قناه موريتانيا. والله سكان مقطع الحجار. يا مرحبا بك ومرحبا باهل مقطع الحجار. انت في مقطع الحجار حالا الشيخ سيد احمد؟ اذا معنا الشيخ سيد احمد الفائز رقم اربعه. السلام عليكم. إذا يبدو أننا انقطع الاتصال بي. على كل حال نعاودوا الاتصال بالشيخ سيد أحمد علي. قال لنا أنه مقطع الحجار. على كل حال نحن محيين أهل مقطع الحجار كاملين، ومحيين أيضا جميع سكان ولاية البراكنة وأيضا ولاياتنا الداخلية حالا في موسم الخريف، أجمل المواسم. نتمنى إن شاء الله يعود هذا الموسم موسم الخريف الحالي، يعود موسم خير وبركة علينا إن شاء الله وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الناس. إذا هذه اللحظات تطلع صورة طبعا صورة صفحتنا على الفيسبوك تظهر على شاشة هذه اللحظات. والشيخ سيد أحمد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سيد أحمد معك برنامج لقح واربح، مرحبا بك وسهلا. يا والله يا والله. أنت في منين حالا؟ أنت في منين؟ مقاطعة مكتر الحجار. يا مرحبا بك وسهلا، مالك في الرومد؟ مرحبا بك. أنت مالك في الرومد؟ باش؟ في الرومد، في الرومد. أنا في العفو باسرة مكتر الحجار. يا مرحبا بك. أيوا الشيخ سيد أحمد، أنت اختارك الكمبيوتر وفزت معانا. فزت معانا بجائزة قيمتها 30 ألف أوقية قديمة. لا يجيك. شكرا. يعطيك الصحة، لا يجيك عن طريق بنكيلي. بنكيلي. هلايت وبنكه لك إن شاء الله 30 ألف أوقية. قول لي الشيخ سيد أحمد، أنت أنت درت الدقة؟ الشيخ سيد أحمد اللعبي. إيه أنت أنت درت الدقة؟ درت الدقة ما كنت مطرح حجار الصحي. وأين درتها وشنو نوع الدقة اللي درت؟ درت لقاح جونسون اند جونسون. لاك لا جرعة واحدة. ايوا قول لي الشيخ سيد احمد العلي، انت حسيت باش اني درت اللقاح حسيت باعراض خفيفة مقمر وشيء الاعراض. ايوا وبالنسبة بالنسبة نعم. وقال سويت كندي ارتادات، قالوا لي نعمل باراسيتامول. ايوه ووزعني هذه الثاني حد علني ناس كامله تستجيب للتلقيح، وهو السبيل الوحيد اللي اباه على الفيروس.
واجهت الجائحة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة الشيخ سيد أحمد. لعلي مبروك لك على هذه الجائزة، ورانا مسلمين عليك، مسلمين حتى على جميع الأهالي، أهالينا في مدينة مقطال حجار، رانا مسلمين عليهم كاملين ومحيينهم، وطبعا نحيوا الناس كاملة اللي في الداخل اللي طبعا استجابت للحملات الوطنية للتلقيح اللي الماضية واللي مازالت إن شاء الله لا هي تخلق في القريب العاجل. طبعا نداء لجميع المواطنين الموريتانيين بالإقبال والإقبال على اللقاح والتلقيح وطبعا التوعية أخرى. إذن نحن إلى حد الساعة عرفتنا قبضنا 4 فائزين، يلا بسرعة الوقت ما تلم من ياسر، ونطلبه من الكمبيوتر على أنه يختار لنا فائز جديد، ويلا. إذا الكمبيوتر اختار سيدي محمد، إذا سيدي محمد رقم اختاره الكمبيوتر، ألف ألف مبروك لك سيدي محمد، ربحت معنا جائزة قيمة 30,000 رقية مقدمة من بنكيلي. إذا مبروك لسيدي محمد، سيدي محمد طبعا شارك معنا وخلانا رقم هاتفه ونسخة من بطاقة التلقيح، وأيضا كتب لنا ايش قال حمادة في نهاية الإعلان، هذا على شكل تعليق داخل الإعلان أو داخل عفوا الحلقة. ونقوله دائما على طريقة المشاركة هي على عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، نحن ما عندنا رقم يتلفن عليه، عندنا من الوسائل اللي قد حد يشارك بها معنا أنه يقيس فيسبوك ويضغط على زر الإعجاب ويعود يشارك معنا. إذن سيدي محمد لا ينحاولوا أن نتصلوا به، إذا كان الاتصال جاهز بسيدي محمد أعطوه لنا نعودوا ندردشوا معاه شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي محمد معك برنامج لقح واربح في قناة الموريتانية، وألف ألف مبروك لك. الله يا مرحبا بك، رانك انت من تجكجه؟ تجكجه والله. انت من تجكجه قبال، يا مرحبا بك وسهلا ومرحبا بهل تجكجه، رانا مسلم. او شو ما يصير خريفم؟ لا باس، لا راجي بعد ان شاء الله. ان شاء الله يجيكم الخير، يجيكم الخير ان شاء الله. سيدي محمد، سيدي محمد قول لي انت درت، انت درت اللقاح وشنو نوع اللقاح اللي درت؟ درت مع شهر 11 الماضي. شهر كم؟ الشهر الماضي عاد لك ثاني. الشهر الماضي عاد لك لا يعود قريب من شهر تقريبا، لا يعود عاد لك قريب من الشهر. من الحمله اللي خرجت. نعم. وسيد محمد درت اي لقاحات؟ سينوفارم. ايوا حسيت باش اللي درت اللقاح؟ ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ايوا بالنسبه للشائعات، بالنسبة للشائعات اللي كانت تقول على لقاح لأنه يقتل وإلى آخره، شو تقول فيها دارك سيدي محمد؟ لا هاي خارج الشائعات، لا الشائعات ما ينفض عنهم. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سيدي محمد، نحن سعداء جدا بهذه المشاركة، ويعطيك الصحة وألف ألف مبروك، ورانا مسلمين على أهالينا كاملين في ولاية تقانت والعاصمة، عاصمة الولاية العظيمة تقانت عاصمتها تجكجة، رانا مسلمين على الناس كاملة اللي يتابعونا حالا جمهور قناة الموريتانية. يا أهل تجكجة وأهل تقانت شاركوا معنا في البرنامج، طبعا بإمكانكم مشاركة معنا حالا في البرنامج. وشاكرين سيدي محمد اللي هو طبعا الفائز رقم 5، اختاروا الكمبيوتر في السحب العشوائي، طبعا ظاهرة الشاشة، شاشة ظاهرة عليها حالا صفحتنا على الفيسبوك. وشاكرين طبعا متابعينا الأوفياء على تفاعلهم وعلى مشاركتهم معنا في البرنامج عن طريق إرسال نسخة من بطاقة التلقيح ورقم الهاتف وطبعا شقال حمادة في نهاية الإعلان. إذن نقبلوا مشاهدينا الكرام، نتوجه نطلبوا من الكمبيوتر مرة أخرى يختار لنا الفائز جديد، وطبعا نحن درك وصلنا للفائز رقم 6. إذن حظ سعيد للناس اللي كاملة اللي شاركت معنا، ويلا نطلبوا من الكمبيوتر يختار لنا رقم.
إذا نطلبه من الكمبيوتر يختار لنا رقم جديد. يلا مولاي أحمد. إذن الكمبيوتر اختار اسم مولاي أحمد. ألف مبروك لمولاي أحمد. مولاي أحمد فاز معنا بجائزة قيمة 30 الفوقية مقدمة قديمة طبعا مقدمة من بنكيلي. الجائزة مقدمة من بنكيلي قيمة 30 الفوقية. مولاي أحمد اختاروا الكمبيوتر في هذا السحب العشوائي وهو الفائز رقم 6. ولين حاولوا أن نتصلوا بمولاي أحمد. طبعا مشاهدين أنتم اللي تابعونا حالا في البيوت والله في الأماكن العامة بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. أطلعوا لنا جايين كاملين وخلونا المعلومات اللي طلبنا منكم دائما ولا يتم كررها. بالنسبة للمشاهدين اللي التحقوا بنا حالا مشونا صورة من بطاقة اللقاح ورقم الهاتف وش قال حمادة في نهاية الإعلان. طبعا يعود على شكل كومنتير أو على شكل تعليق داخل الحلقة. طالبين من الناس اللي لا يدخلين الأرقام يعود الرقم اللي له يخلونا يعود مطابق للرقم الهاتف الموجود على بطاقة التلقيح. طبعا هذه اللحظات تظهر صفحة. وأيضا مولاي أحمد. مولاي أحمد الفائز رقم 6 معنا. السلام عليكم مولاي أحمد. عليكم السلام. يا مرحبا بك وسهلا مولاي أحمد. معاك برنامج لقح واربح لقناة الموريتانية. والله يا مرحبا بك وسهلا مولاي. انت راي مولاي أحمد انت اختارك الكمبيوتر في السحب العشوائي اللي عدلنا ورانك فزت معنا بجائزة قيمة 30 الفوقية مقدمة من بنكي لوليت وبنك لك على رقمك. والله يا مرحبا بك. انت حالا في منين مولاي أحمد؟ انا في نواكشوط. في نواكشوط. طيب ليه ده من نواكشوط؟ انا في جنين. تجونين. يا مرحبا بك ومرحبا بهالتجونين. ايوا مولاي احمد قول لي انت درت الدقه. درت يوم 16 الشهر الثامن. ودرت اي انواع اللقاح؟ اي انواع الدقه؟ جونسون. والله ايوا انت كنت سابق تدير لقاح كنت خايف كنت حاس باش ومنين درتو وشو السيف؟ والله انا يعني درت ما شاء الله ندور الحي الحياة يوم الحيطي يا سيديرو الحمد لله جبتونا حسيت بشيء. وبالنسبه مولاي احمد قول لي بالنسبه للشائعات اللي كانت تقول عن اللقاح انه يقتل والى اخره ايش تقول في هذاك مولاي احمد؟ قول ان الشائعات لا اساس لها من الصحه ناس لا متصدر الشيء. ما شاء الله ما شاء الله جبت في دار وللداء جيراننا الحمد لله وراني مولي كل الناس داعيهم كاملين للترقيح. الله يبارك فيك مولاي احمد. وطبعا نحن رانا سعداء جدا بمشاركتك معنا وطبعا تفاعلك على صفحتنا على الفيسبوك. مولاي احمد تحيه لك وتحيه لهالتجونين كاملين وبارك الله فيك ويعطيك الصحه. وطبعا مشاهدينا الكرام بالنسبه للفائزين كاملين نحن درك وصلنا للفائز رقم 6 اللي هو مولاي احمد. طبعا جميع الجوائز النقدية هي تبنكا للفائزين على أرقامهم اللي عندنا. وطبعا نذكركم مشاهدين الكرام على برنامج لقح واربح موعدكم أسبوعي. طبعا كل أسبوع كل يوم سبت عند الساعة 8 عفوا عند الساعة 6 مساء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج لقح واربح. هذا البرنامج لا يرافقكم طيلة هذا الموسم بحول الله. طريقة المشاركة قلنا أن حد ما داير الدقة ما يقد يشارك معنا في البرنامج أبدا. دقة بسيط حد ما داير الدقة يمشي يدير الدقة عند أقرب نقطة صحية والله مستشفى والله مركز ويعود يمشي لنا نحن صورة عدد صورة بتلفونه من بطاقة التلقيح ويمشي لنا رقم تلفونه معاه ويقولون إيش قال سوبر حمادة في نهاية الإعلان. والإعلان لا يعود على الصفحة الكامل لا يعود على صفحتنا على فيسبوك. إذا الوقت مثل من ياسر مشاهدينا وبقاولنا نحن وصلنا طبعا 6 فائزين لين نطلبوا من الكمبيوتر يختار لنا الفائز رقم 7. إذا من سيكون؟ حظ سعيد لكم جميعا للناس كاملة اللي شاركت معنا ويلا نطلبوا من الكمبيوتر يختار.
إذا عيشة تراوري، عيشة تراوري ألف مبروك، اختارها الكمبيوتر، اختار عائشة تراوري، ألف مبروك عائشة تراوري، فازت معنا بجائزة قيمة 30 ألف وقية مقدمة من بنكي لعائشة تراوري، ألف مبروك لك يا عائشة. طبعا فازت معنا هي وفاطمة، إذا النساء فيهم ثنتين ربحوا معنا خلال هذه الحلقة، وطبعا في هذه اللحظات تطلع صورة صفحتنا على الشاشة، على شاشة البرنامج لقح واربح. وطبعا تحية كبيرة للناس اللي تتفاعل معنا وتشارك معنا، والناس أيضا اللي تحاول تشارك معنا، المشاركة بسيطة جدا، نختاروا من الناس اللي شاركوا وما يكتبونا لا رقم تلفون ولا اسم، باللي شفنا ياسر من التعليقات تعليقات ولا أرقام تلفونات، أرقام لا غير مقبول، ولا هو لا هي يقبلوا، ما هو لا هي قد يفوز معنا أبدا. إذا معنا أنكم لا تكتبوا رقم ولا اسم وبطاقة تلقيح، بطاقة التلقيح هم اللي يعود الرقم تلفون اللي فيها يعود مطابق للرقم اللي ماشيين. إذا لا هي نتصلوا بعائشة تراوري. عائشة السلام عليكم. إذا معنا عائشة، السلام عليكم عائشة، معانا؟ ايه والله معاك عائشة، مرحبا بك وسهلا معاك برنامج لقح واربح، والف مبروك لك في استمعانا بجائزة قيمة 30 ألف أوقية قديمة مقدمة من بنكيلي، وطبعا انت اختارك الكمبيوتر. الله يبارك فيك. بارك فيك عائشة. انت في منين حالا؟ انت في نواكشوط ولا منين؟ الو عائشة، انت في منين؟ مقاطعة بقى بقى او بقى دو ولا بقى اسكال؟ ها انت بقى دو ولا بقى اسكال؟ بقى دو او رانا مسلمين على ينبي بقى فوف، ينبي بقى رانا مسلمين عليهم حتى، وديروا الدقه بقى اسكال او رانا مسلمين على ينبي بقى كاملين. سمعتي؟ شكرا جزيلا. يا مرحبا. قولي لي عائشة، عائشة انت درتي اي دقه؟ درتي اي فاكسان؟ جونسون. لك كم درتي؟ الثامن. ايوا حسيتي باش عايشه؟ ياك ما فطرتي، ياك ما قبلتك حممتينا. لا خلاص خايف، الحمد لله. لا وعم شوي ان شاء الله ما هو تبعتك قدايش. ايوا رانا مسلمين عليك انت حتى عايشه، ومسلمين على هذا بوغي وهالكي هيدي وهالسيدي بابي، كاملين مسلمين عليهم وندوركم ديروا الدقه كاملين ان شاء الله، وتعيشوا معنا وتربحوا ان شاء الله. يسلمي عليك. يا مرحبا بك. برافو عليك، رانا مسلمين عليك، مسلمين على الناس كامله. اذا رانا مسلمين على طبعا على الجمهور اللي تابعنا كاملين، على سواء على الشاشه ولا على طبعا على عفوا على صفحتنا على الفيسبوك، رانا مسلمين عليهم. وطبعا مازالوا لنا كم من فائز، مازالوا لنا وصلنا الرقم 7، اذا مازال 8 و9 و10 ضد فائزين. اذا نطلبون من الكمبيوتر مره اخرى يختار لنا اسم جديد من الأرقام اللي شاركت معانا خلال طبعا الحلقة. يلا طلبوا من الكمبيوتر يختار رقم. الزهراء محمد اختارها الكمبيوتر، اختار الكمبيوتر الزهراء محمد. ألف مبروك لك يا الزهراء. الزهراء ربحت معانا جائزة مقدمة من بنكي لقيمتها 30 ألف أوقية قديمة. ألف مبروك لك يا الزهراء. وله طبعا نحاولوا أن نقبلوا الزهراء، نحاولوا أن نتصلوا بها، ياك طبعا ندردشوا معاها ونعرفوا شو الساو كاملين الفائزين اللي معانا، شو الساو وراء اللقاح، وراء أخذ طبعا اللقاح. إذن أنتم أيضا مشاهدينا اللي تابعونا حالا، قيموا واعدين صفحتنا على الفيسبوك، ويلا شاركوا معنا وطلعونا جايين، وأعطونا طبعا شروط المسابقة اللي قلنا لكم، صورة من بطاقة التلقيح ورقم الهاتف، وش قال حمادة في نهاية الإعلان. إذن معنا الزهراء.
زهراء محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زهراء مرحبا بك وسهلا، معك برنامج لقح واربح. مرحبا بك وسهلا. يا مرحبا بك، وانت راوك راو اختارك الكمبيوتر وربحتي معنا جائزة قيمة 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. شكرا جزاك الله. يا مرحبا بك زهراء، انت متصلة، انت من منين حالا؟ انت في نواكشوط ولا في بليده؟ في نواكشوط. انت في نواكشوط؟ ايوا قولي لي، انت درتي الدقة؟ انت درتي فاكسان؟ الحملة الثانية. درتي الحملة الثانية؟ اش درتي؟ اي نوع اللقاح؟ اي نوع الدقة؟ درت جونسون. جونسون. ايوا ياك ما حسيتي بالتعب، ياك ما حسيتي بالتعب زهرة. لاباس. ايوا قولي لي زهرة، بالنسبة للشائعات اللي ينقال عن اللقاح انه يكتشف، تقولي فيها اليوم زهرة؟ بالنسبة للناس يقولوا عن الفاكسان وخطير وكذا، ذو الشائعات شو تقولي فيهم انت اليوم؟ زهرة. ما خايف لا. ايوا زين. ما شاء الله البقايا ثانية. بارك الله فيك الزهرة محمد، ألف مبروك لك، ونحن سعداء جدا بطبعا مشاركتك معنا، جائزتك دور توصلك إن شاء الله تبنك لك 30,000 أوقية على رقمك، جايتك عن طريق بنكيلي. برافو عليك الزهرة، وبرافو على جميع الفائزين اللي فازوا معنا، فازت معنا الفائزة رقم واحد فاطمة والسيدينا السالك والسيدي عبد الله السيدينا رقم ثلاثة، الفائز الرابع الشيخ سيدي أحمد العلي، والفائز الخامس سيدي محمد، الفائز السادس مولاي أحمد، والفائزة السابعة عائشة تراوري، والفائزة الثامنة حالا كنا نتكلم معها الزهرة محمد. إذا نتوجه أيضا بسرعة للكمبيوتر ونطلبه يختار لنا فائز جديد. حظ سعيد لكم جميعا. الداه محمد محفوظ، ألف مبروك للداه محمد محفوظ. الداه محمد محفوظ اختاروا الكمبيوتر وفاز معنا بجائزة قيمة 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. ألف مبروك للداه محمد محفوظ، وطبعا ألف مبروك. لا نحاولوا نتصلوا به خلال هذه الحلقة، ندردشوا معاه ونتكلموا معاه، ومرحبين بجميع المشاركات، ونطلبوا من الناس اللي يشاركوا معنا طبعا على أنهم يشاركوا معنا بطريقة صحيحة. الناس اللي لا تكتب لنا أساميها وأرقام تلفوناتها طبعا لن تعتمد هذه المشاركة، لن يعتمدها الكمبيوتر اللي هو اللي يختار بشكل عشوائي الأسماء، وطبعا يختار لا المشاركات اللي طبعا الصحيحة هي الناس اللي مشت بطاقة التلقيح، وعاد بطاقة التلقيح رقم الهاتف عود أيضا مطابق للرقم الموجود داخل بطاقة التلقيح، وأيضا يعود كاتب النشقال حمادة سفر حمادة في نهاية الإعلان. إذا ما أعرف كان الداه محمد محفوظ جهز معاه الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بك الداه. مرحبا بكم الداه، أنت معك برنامج لقح واربح من قناة الموريتانية. مرحبا بك وسهلا. يا مرحبا بك وسهلا الداه، انت ربحت معنا جائزة قيمة 30,000 أوقية مقدمة من بنكيلي. جزاكم الله خيرا. يا مرحبا بك الداه، قول لي الداه، انت ايتا درت الدقة؟ انا درت يوم 14 في الشهر 8 تقريبا. ما شاء الله، ودرت اي لقاحات؟ درت سينوفارم. سينوفارم، بارك الله بك. وحسيت باش الداه؟ الحمد لله انا وشاكره، الناس ما يسياني، عندي اصحاب داروها قالوا على انهم جابروا حمه شوي شويه ساكيه، وانا بعد الحمد لله انا ما ذوك الاعراض ما ريت نمشي. الحمد لله، الله يعطيك الصحه ان شاء الله، يعطيك الصحه. آمين ان شاء الله. طالبين مولانا لك الصحه، وجميع المواطنين اللي داروا هذا اللقاح يجبروا ان شاء الله ولا الخير. الداه مبروك عليك الجائزه ان شاء الله، لهي تبنك لك على رقمك ان شاء الله، وألف ألف مبروك ومحيينك إن شاء الله ربنا. الله يسلمك. آمين إن شاء الله. شكرا جزيلا للداه، الداه محمد محفوظ. طبعا شارك معنا، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شاركوا معنا، وأطلعونا على صفحتنا على الفيسبوك، جاي موعدين فيسبوك، اكتبوا قناة الموريتانية على فيسبوك، لا تطلع لكم القناة، ضغطوا على زر الإعجاب لا تشوفوا الإعلان
وتشوفوا الحلقة وتعودوا تشاركوا. قال ما ندور حد يكتب لنا فلان ولا فلان فلان ولا فلان وتكتبوا فقط هذا ديروا نسخة صورة من بطاقة التلقيح واسمكم ورقم الهاتف. قال رقم الهاتف يعود مطابق الرقم الهاتف اللي على بطاقة التلقيح. قال ما يعود واحد بطاقة التلقيح فيها رقم ورقاج أخر مشينا رقم. لا حاولوا من فضلكم تشاركوا معنا مشاركة صالحة. وطبعا أرانا مشاهدين الكرام حالا لين توجهوا لنتابعوا احنا وانتم اعلان الحلقة المقبلة باش تشاركوا معنا فيها ان شاء الله. نبقى مع اعلان الحلقة المقبلة ونرجع. بإذن الله تعالى ما عندك مشكلة إن شاء الله عليك شان صدقين جيت بوصل بوصل كيف هذا المولي إن شاء الله أقلت بوصل بسم الله قلنا تايدك ياكل معقمي معقمي شنو معنا انت دي اللي خالي لك أطول خالي لك قضية التعقيم قضية الكورونا لا من ولا علي لا خارج منه شيء إلا الحلم. بويا أنا راني لك ما بدأت اللقاح. لقاح هاي؟ هذا اللقاح ما هو حجم. ناس فر اللي دارت وسمعت أنا ما فيها حتى إجبار تركيا طبعا. الناس كاملة دارت. أعمل الناس كانت حتى إجبار تركيا ده واضح. أنا يطعمني. بويا أنت شكلك مخلي تركيا ليش؟ أنت عبء للمجتمع أني تنشر شملي إشاعات من دون دليل ولا كاذب. أنت عبء للمجتمع أنت جاي من كوكب زحل. بويا عليك باللقاح هذا اول شيء من اجل سلامتك انت وسلامه اهلك ومجتمعك. كورونا جنن العالم شو ما كان كذا ان شاء الله. كان ذلك مشاهدينا اعلان الحلقه المقبله وشروط المشاركه في برنامج لقح واربح. هو اولا يعود شخص داير اللقاح، ثانيا يمشينا صورة من بطاقة التلقيح معها رقم الهاتف ورقم الهاتف يعود مطابق رقم الهاتف الموجود داخل بطاقة التلقيح. بالإضافة إلى يقول أن شقال حمادة في نهاية الإعلان ويمشينا اسمه. هذا طبعا كامل على شكل تعليق داخل الحلقة والله داخل التعليق. إذا نحن طبعا منتظروا مشاركاتكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لكن نحن بقالنا اسم واحد فائز الأخير لأن قبضنا 9 فائزين ومازالنا فائز واحد، ونطلب من الكمبيوتر يختار لنا اسم. ترى من سيكون؟ حظ سعيد لكم جميعا ونطلب من الكمبيوتر يختار. محمد يحيى ومحمد لمين اختاروا الكمبيوتر، هو الاسم اللي اختاروا الكمبيوتر. محمد يحيى محمد لمين ألف مبروك لك يا محمد يحيى. محمد يحيى انت ربحت معنا جائزة قيمتها 30,000 فوقية مقدمة من بنكيلي. درت اللقاح طبعا وربحت معنا هذه الجائزة، ونحن لين نحاول نتصلوا بك باتصال طبعا أخير. نذكركم مشاهدينا الكرام بموعدنا الأسبوع المقبل الساعة 6 مساء على قناة الموريتانية. وطبعا يشاركوا معنا لا الناس اللي دايرة الدقة والمشاركة لا على فيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك تكتبونا فيها أساميكم والصور وتعطونا صور من بطاقة التلقيح وتقولوا لنا شقال السوبر حمادة في نهاية الإعلان. إذا نحن اخترنا الفائز الأخير ومحمد يحيى معنا على معنا على الخط. السلام عليكم محمد يحيى. وعليكم السلام. محمد يحيى ايش حالك؟ ياك لباس عليك يا اخي. معك برنامج لقح واربح قناه الموريتانيه. مرحبا بكم. يا مرحبا بك محمد يحيى. انت اختارك الكمبيوتر في السحب العشوائي وربحت معنا جائزه قيمتها 30,000 فوقيه مقدمه من بنكي. الله يحفظك يعطيك الصحه يعطيك الصحه. قولي محمد يحيى انت في نواكشوط ولا في منين؟ انا في نواكشوط تجنين. تجنين بارك الله فيك. وين درت الدقه؟ درتها الشهر الماضي. الشهر الماضي درت اي لقاحات؟ درت لقاح سينوفارم.
أو أقول لي حمد يحيى حسيت باش حسيت باش وأنت درت اللقاح حسيت باش؟ ما شاء الله ما شاء الله الساعة اللي درته ما شاء الله ما حسيت فيه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وش تقول في الإشاعات المتداولة مرة مرة نسمعوهم خالقين واحدين مأثرين عليهم الشائعات شو تقول لهم حمد يحيى؟ نقول لهم على هذه الشائعات ما هم صحيحين لا أحد يدير لقاح هو. ألو محمد يحيى؟ إذا كيش تنقطع محمد يحيى؟ على كل حال محمد يحيى نحن محيينك وألف مبروك لك، وطبعا جائزتك ستصلك لدورتوس لك إن شاء الله وجائزة دورتو بنكا لك أنت طبعا وجميع الفائزين اللي فازوا معنا في هذه الحلقة. وطبعا الفائزين في الحلقات الماضية احنا اليوم عدلنا ثلاث حلقات، هذا هو الأسبوع الثالث من البرنامج، والبرنامج طبعا متواصل معكم بحول الله خلال طيلة هذا الموسم. مشاهدينا الكرام أرانا طبعا محيينكم وبحول الله نلتقي في الأسبوع المقبل. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج، مختار تمين في التنسيق وناصر ناجي في الإخراج، وإلى اللقاء.